مين ما بيحبكش من الجمهور؟ يعني جمهور الزمالك ما بيحبكش؟ لا بالعكس، بيقدرني وبيحترمني جدا يعني، لانه في كل الوقت انا صريح معاه. وبتعرض لهجوم عنيف جدا، تعرف السوشيال ميديا ما سابتش، بس بصر على مواقفي يعني في كل الاوقات يعني. ثم في النهايه بتطلع كلمه الختام الحمد لله ان انا صح. فلا، جمهور الزمالك في علاقه موده وحب على فكره بيني وبينه، واحترام شديد جدا جدا بيني وبينه. بس في قطاع من جمهور الاهلي ما بيحبكش، في داخل في عداء معاك. لا مش مظبوط. انت ما بتعتبرش الالتراس جمهور اهلاوي؟ لا خلصوا. خلصوا ولا مستخبيين يعني؟ لا لا خلصوا خلاص خلصوا، لانه وخلي بالك هم في الاخر ولادي يعني العيال صغيرين، وبقابل كتير جدا منهم يعني. لسه قريب واحنا بنجهز للاذاعه الجديده فجالي ولد منهم، وازمنا سبحان الله، مش هقول اسمه بس يعني اسمه يوسف يعني. فقال لي بص، انا كنت مدرجاته بشتمك على طول يعني، بالنسبه لنا كان الاساس، بس بعد شويه تاكدنا ان انت صح واحنا غلط، وقلبنا وعرفنا انه كلامك صح، قلنا يا ريتنا كنا سمعنا كلامك يعني. حتى لما بتحصل لهم ازمات بيلجأوا لي يعني. عايز اقول لك انه في عز الازمه بتاعت بورسعيد جول البيت يعني، وتبنيت القضيه بشكل واضح، لان انا اتكلم في ارواح يعني، ما كانش ينفع عيال صغيره، انت بتتكلم في 14 سنه و16 سنه و18 سنه و20 سنه، فتتحمل منهم يعني بعض الاهانات وبعض الذلات. في وقت من الاوقات البعض صورهم على انهم جزء من مؤامره وانهم جزء من تنظيم احيانا، وفي معلومات بتقول ان بعضهم كده بعضهم بس مش الولاد الصغيرين، مش الولاد الصغير يعني. كان في ولد بيقودهم من قطر اسمه مهاب، ده كان معروف يعني طبعا، وانا نبهت على فكره زمان وقلت الكلام ده. من قطر؟ اسمه مصر. مهاب، ده معروفه طبعا. ونبهت على فكره وقلت الكلام ده زمان للقيادات الامنيه، بس هم كانوا بيتريقوا يعني، كانوا بياخدوا الاول كلامي بمحمل السخريه يعني انت بتقول لي ان الالتراس خلصوا دلوقتي يعني؟